تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. لدينا التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيح أكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خطأ أكتب خطأ. يصلي المسلم 7 صلوات في اليوم. يصلي المسلم 7 صلوات في اليوم. أحسنتم، خطأ. كم يصلي في اليوم؟ يصلي 5 صلوات وليس 7. الشهادتان هما الركن الثاني من أركان الإسلام. الشهادتان هما الركن الثاني من أركان الإسلام. أحسنتم، خطأ. الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. أحافظ على طهارة ثيابي فقط. أحافظ على طهارة ثيابي فقط. أحسنتم، خطأ. أنني أحافظ على طهارة ثيابي ومكاني، ليس ثيابي فقط. أنام على جنبي الأيمن. عندما أنام، أنام على الجنب الجهة اليمنى. أحسنتم، صحيح. اكتب صحيح. بسيط. من آداب التحية الابتسامة. عندما أحيي إنسان شخص يجب أن أبتسم في وجهه. أحسنتم، صحيح. إذا نراجع. يصلي المسلم 7 صلوات، خطأ. يصلي 5. الشهادتان هما الركن الثاني من أركان الإسلام، خطأ. هما الركن الأول. أحافظ على طهارة ثيابي، خطأ. ثيابي ومكاني فقط، خطأ. أناب عن الجلب الأيمن، صحيح. من آداب التحية الابتسامة، صحيح. ننتقل إلى التمرين الثاني. أرتب الصلوات الخمسة بوضع أرقام من 1 إلى 5. لدينا 5 صلوات ليس 7، 5 صلوات. أرتبها من الواحد، من الأولى، الصلاة الأولى، إلى الصلاة الخامسة. لدينا العشاء، العصر، الصبح، المغرب، الظهر. إذا من هي الصلاة الأولى؟ أحسنتم، هي صلاة الصبح. أين هي الصبح؟ ها هي الصبح. اكتب واحد. الصبح ثم الظهر. أين هي الظهر؟ 2. الصبح، الظهر، ثم العصر. ها هي العصر. 3. العصر ثم المغرب. 4. وصلاة الخامسة هي العشاء. إذا الصلوات مرتبة، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. التمرين الثالث، أكمل دعاء النوم. لدينا دعاء النوم، نكمله. باسمك وضعت وبك. باسمك، أحسنتم، باسمك ربي. باسمك ربي وضعت، أحسنتم، جنبي. باسمك ربي وضعت جنبي وبك، جيد، أرفعه. هذا دعاء النوم. عندما أنام أقرأ دعاء النوم. دعاء النوم، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. نواصل مع التمرين الرابع. اذكر واحدة من آداب الأكل. إذا آداب الأكل، يوجد عدة آداب الأكل. ماذا أقول عندما أكل؟ عندما أكل ماذا أقول؟ وهي أو ما هي الآداب التي أتصرف بها؟ أقول مثلا قبل الأكل بسم الله. بعد أن أنتهي الأكل أقول، أحسنتم، الحمد لله. أغسل يدي، كذلك من آداب الأكل. أكل بيميني، كذلك هي من آداب الأكل. إذا نختار واحدة، أقول بسم الله. أقول بسم الله، كلها من آداب الأكل. إذا من آداب الأكل أقول بسم الله، أقول الحمد لله، أكل بيميني، أو أغسل يدي، كذلك قبل الأكل وبعد الأكل. ننتقل إلى التمرين الخامس.
إليك آيات سورة الكوثر مشوشة أعيد ترتيبها وكتابتها. سورة الكوثر ليست مرتبة، أقوم بترتيبها وكتابتها. فصلي لربك وانحر، بسم الله الرحمن الرحيم. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن أعطيناك الكوثر. إذا ما هي الآية الأولى؟ أحسنتم، إن أعطيناك الكوثر. إن أعطيناك الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، أحسنتم. فصلي لربك وانحر. فصلي إن أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه سورة الكوثر الآن صارت مرتبة. نعيد قراءة سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.